أسعد الله مساءكم اخواني وحبايبي المتابعين، يعطيكم العافية ورجعنا لكم على الموعد. طبعا مش موعد خليطكم، ولكن لو صار في خليطكم هينا طلعنا. بداية حبايبي بدنا منكم تصلون على النبي وتذكروا الله وتحطون لايك للفيديو. طبعا انا مطلع 13 زاجل اول ما طلعوا خلطوا في ابو سميح وخلطت فيهم كشة وراحوا معها، ما بعرف هسه وينهم. هسه هم مش مع ابو سميح فعليا، ممكن يكونوا هان، ممكن يكونوا طلعوا وراحوا، هذا اشي وارد. طبعا الزواجل عندي بتغيب. توضيح بس بسيط للمتابعين يا اخوان، هاي الحمام كليتها جديدة تمام، يعني الها عندي فعليا بقوي فيها صارها شهر وشوي. يعني رجعت لفيديوهات عندي على قناتي بتفرج، يعني تقريبا ثاني فيديو بنزله كان على قناة، هيا اجت الزواجل تبعوني، هاي شايفينها، كانت على قناة اصول الكش. ثاني فيديو بنزله الها وكتبت فيه بلشنا تليين 30 طير كشميري. يعني كان الفيديو تقريبا مكتوب منذ شهر، يعني منذ شهر، يعني ان احنا نحكي شهر وشوي لنا. فاحنا يا اخوان عملنا انجاز بحيث انه احنا ما انضربش منا ولا طير، الحمد لله، ولا طير انضرب منها، ولا طير انضرب منها، ولا طير ضاع منها، الحمد لله. طيب وين الباقي؟ الباقي هم هذول قديش؟ 25 24 حبة تمام، ركز معي، 24 حبة عندك، هاد 25 تمام، هي 25 تمام، هاني ايش في كمان 25، ها ما فيش، هيو 26 الكشميري، هاد 26، هاد 27، هاد 28، هي يمه. بس هدول ما قويتهم معهم، هدول ما طيرتهم اصلا لانه كنت مفكرهم فحل وطيرة، عشان هيك ما قويتهم معهم. هذول هذا قويته وهذا قويته، بس هذا فاقد ريش وهذا الطير شوية بأخر، عشان هيك ما بطلعه. هذول المفروض أطلعهم معهم، بس كنت مفكرهم فحل وطيرة زقيتهم مع بعض تمام. يعني احنا قلنا 24 25 26 27 28 حبة تمام، 28 حبة، اللهم صل على سيدنا محمد، 28. هانا ايش في؟ هانا ما في اشي، هانا ما في اشي، هي الشفر هذا، سوري، 29 الشفر هذا، هيو المغبر. بس الطير قلت لكم ليش ما طلعته؟ الطير هذا ما طلعته لانه يا اخوان كان فاقد صماية، مش فاقد صماية، صمايته ناقصة هالقد مكسورة، فأنا ما طلعته خفت عليه تمام. وعندك هيو النغل الأحمر الأحلس هذا، هذا النغل الأحمر هذا صراحة حسيت مخه فاضي بضل يرادح في الحمام، ما طلعته تمام. هاي يمه كلهم الحمد لله ما فقدنا اشي منهم. طيب انت شو اللي عملته؟ انا فعليا عملت، يعني انا قعدت الحمام وقويتها الحمد لله ومشيتها وامورها تمام. طيب بالنسبة لناس بتحكي لازم الحمام تغيب ساعة او ساعتين، باي شرع؟ مين اعطاك الدليل؟ مين اعطاك التوقيع الرسمي انه يقول لك الحمام الموعد لازم تغيب ساعة او ساعتين؟ حمام الموعد يا حبيبي حالاتها في طيرانها، طارت ساعة طيرانها اللي بحكم لها، طارت ساعتين طيرانها اللي بحكم لها. احنا في موعد خليط، موعد كوم، موعد دق وشرخة نحكي. المهم حمامك هي اللي بتحلي لك الموعد، سواء ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ولا عشرة. طب ما انا طبيعي ممكن اطيرها 14 ساعة بس ما تمتعنيش، وين المتعة؟ اطيرها تغيب لها 4 ساعات وترجع تمسك برمة وتحط زي نظام الزواجل. الزواجل عندي انا عودتها على الخليط، هاي عودتها على الخليط، بس اول ايام عندي كانت تطير تلف لها لفتين بالحارة وتغيب ساعة ونص ساعتين، ترجع لي بعد ساعتين ايش تمسك برمة وتحط. طب وين المتعة؟ انا ما شفتكيش بتطيري، انا ما شفتك بتطيري تمام. بس انا لما اطير حمامي اطلعها يعني تغيب عني 500 600، اقول لك تروح حارة بينه وبينها نص كيلو، بدناش نحكي كيلو، بيني وبينها بعيدة عني، اتخالط اشوفها بتدق في هذا وبتخبط في هذا، وهذا بشر فيا وهذا بحطط فيا، وانا بخلط في هذا وهذا بخلط فيا، وهذا طلع مني وانا قطعت من هالطير، هاي ام المتعة.
هاي المتعة يا صديقي، المتعة مش انه حمامة طايرة ساعتين بس فوق راسي، او طايرة ساعتين بس انا مش شايفها شو بتعمل. هانا هي المتعة، المتعة انك تخالط تصيد ينقطع لك تنقطع تشر وينشر لك، تمام؟ سيبك من شو تشر، هاي سيبك منها، ينشر فيك، تمام؟ هذه متعة الحمام، هذه متعة حمامي، هذه متعة اللي أنا بتمناها، هذه المتعة يلي الكل بتمناها، بينما تغيب ساعتين مدريش عنها شو بدي فيها أنا؟ ماشي ماشي بتخالط ناس بعيد بس أنا شو بدي فيها؟ كل واحد بيشتغل بإمكانيات حمامه، وهي إمكانيات حمامي، إمكانيات حمامي حارتي بشكل عام هي هيك إمكانياتها، ما في عندنا كوم، ما في عنا التزام بالكش، فانت لما بتلقاني انا بقول لك عملت انجاز لما بقوي كشامرة، الحمد لله اني قويتهم وزبطتهن وخالطت فيهن وزبطتهن، لانه انت ما بتعرف شو وضع اللي احنا فيه، كل واحد ادرى في منطقته، تمام؟ كل واحد ادرى في حمامه وحمام منطقته. انا اسف اني طولت عليكم، بس حبيت اوضح لكم هاي المعلومة في موضوع الكش وموضوع اللي حدد موضوع الساعتين هذا، ما بعرف مين حددها، انا مش عارف مين هو الكشيش شو اسمه، مكتوب مذكور اسمه بكتاب ايش يلي حدد انه الموضوع ساعتين. ماشي حلو الحمام تطير 4 ساعات و5 ساعات، بس لما تطير تمتع تمتع تخليني انبسط. كثير بشوف فيديوهات على الفيسبوك، كثير بشوف فيديوهات على الفيسبوك بقول لك عندي زواجل ما شاء الله عليهم بطيرن 4 ساعات بس فوق راسي. روح تغطى ونام حبيبي، يعني فوق راسك بس، نفسي انها تمشي، طب امشي بس خالطي متعيني، شوفيني بخلط في هذا وبخلط في هذا وبخلط في هذا وبطلع من هذا، وهذا شرفية وهذا قطع لي طير واقعد استنى الطير. هاي هي الحلاوة، هاي هي المتعة، المتعة مش بالساعة وبالساعتين، المتعة بالوقت اللي انت بتطير فيه حمام تشوف شو بصير معك. خلطت في هذا وطلعت من هذا، خلطت في هذا وطلعت من هذا، هذا خبط لي على الخزان، هذا شر فيا، هذا قطع لي، هذا رن علي قال لي ليش تعمل هيك. هاي الصحيح، هاي المتعة يا صديقي. يعطيكم العافية، خلينا مع الفيديو، ضيعنا 6 دقائق من الفيديو حكي. عندنا هون اليوم راح نطلع الشبيبة هدول، اليوم الجو حلو ومرتب ان شاء الله، الاشفار هاي كلها الجديدة راح تطلع مع الانغول مع مع كل شيء موجود، الهومرات هذول الزرق الاثنين جداد، والاشفار هاي كلها مع الكشمير الازرق والمحيرات اليوم راح يطلعوا مع الحمام ان شاء الله. ان شاء الله حيكون جو مرتب واسطوري. طبعا لسه ما طلعتش الكشامرة لانه الزواجل وين ودع حبايبك مش موجودات، هاي يوم الكشامرة لسه ما طلعتهم، تمام؟ ما شاء الله عليهن امورهم تمام. أنا بالنسبة إلي ساعة تمتعني ولا 4 ساعات تلوعني. يعطيكم العافية. طيب إخوان، أنا بصراحة ما كنتش بدي أفرجيكم هالطير، بس الطير هذا كثير عزيز علي وحبيته كثير لأنه أجاني من شخص عزيز علي. طبعاً إخوان، مجد تعرفوا راعي رسمي تبع الغية، نوجه له تحية وسلام. بعت لي هدية حلوة. كيف بعت لي هدية؟ الزلمة قال لي في المكان الفلاني طير فلان الفلاني، روح استلمه، تمام؟ روح استلمه. طبعا الطير بصراحة لما شفته بصراحة تنقايته يرفع له القبعة، قناص قناص، الزلمة قناص. ايش ها؟ انسى، كشميري طاير، كشميري بدنب، تمام؟ المهم رحنا على هالمكان واستلمنا هالطير، صلاة النبي عليه، طير محترم. شوف يا كبير، سيلفر احمر، راح افرجيك فيه شغلة، ركز منيح ركز منيح. سلفر احمر الجفن، انا ما بفركش، انتم عارفين انا بني ادم على الطبيعه ما بفرك. هسه بقدر اعمل لك جفن عين انوه، بس هو جفن عينه لحالها حكايه. طلع صارت عندي عين حمراء وعين ايش طبيعيه، عين طير وعين انسان، تمام؟
طير بجنن يعني. لو بدنا نعمل شويه يا صلاه النبي ما شاء الله، عظم احمر من مواصفات يعني من مواصفات السلفر الجميل الجيد، معوال لازم يكون عظم، عظم يعني بلون العظم يعني لون الاظفار تمام. احمر حمار ولا لطع لازم فيه يكون، الجفن لازم يكون احمر والعين بيضة. من المواصفات اللي لازم تتبعها فيه لون اظافره، لون اظافره لازم زي لون اظافر الانسان يعني، لما تضغط عليها بتبين حمرة يعني. بشكل عام اظافر حمر، جفن احمر، رجلين حمر، رقبة طويلة، جسم طويل، ديل وسطاني، جناح حلو، جسم متناسق عن جد، قناص، قناص اللي نقى. الطير لونه احمر، الطير لونه احمر، ركز معي، ركز منيح في الطير يا حبيبي، وقف حالك بس. الطير لونه احمر وفيه غلط صغير، اللماح يكتب لي بالتعليقات. الطير لونه احمر وفيه غلط، غلط صغير. الغلط ما بيعيبه مجمله، ركز، الغلط ما بيعيبه مخليه جميل، بس الغلط غلط. اللماح يكتب بالتعليقات شو هو. هذا الطير الجميل، يعطيكم العافية وشكرا للأستاذ الغالي الكبير الزعيم الكبارة مجد تمام. استنى شوي، طير حمام مكفول مطار فحل ابن عالم وناس بقرأ وبكتب. يعطيكم العافية، خنسيبكم ايش نفتح الكشامرة، يلا خنشوف نسميح لسه بطحن، خنشوف ونرجع. طلعنا الكشامرة وربط معنا مكبي، ايوه مكبي اصفر، وهي زوجلنا خبطوا بحمامنا، معنا مكبي اصفر هو مسوت سلافر والله اعلم. بس الحمام لحد الان ما مشيت يعني، لها تقريبا دقيقتين طالعة لسه ما مشيت الحمام. حمام اليوم مجهودها مش عاجبني بصراحة، شكلها مفقعت عين من امبارح ما بعرف. بس معنا مكبي هي اصفر، هسه ممكن الناس يفكر هي الزواج تبعوني، شوفوا ما شاء الله، يقول لك ابو يوسف ما دام ما معه طير ليش ما يحطط؟ لا غلط، يضيع الطير الله معه، ما بكسر حمامي عشانه. هي 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 يلا كشامرة زواجل، يلا زواجل خذي الكشامرة وروحي. مع الكشامرة وين صارت؟ هاي والله ما انا عارف، مش راضي تمشي لحد الان، ما بعرف شو قصتها، بس لسه بتحمى بتحمى. هذا اللي مأخر فيها، بعرف شفر اسود والله شكله، هيك جاي، هيك جاي على قراك. طب ادريش اذا الي او لا والله، ما بس ما انتبهت. هذا المكبي، المكبي الاصفر هذا انا شفته، هاي شايفين هذا، هذا ابصر شو هذا، تباني قرقاطي كشميري اسود ما بعرف. هاي رمى عبد السميع، ما بعرف كيف طلع معي اصلا. هاي حمامي بالعالي والمكبي معنا، المكبي معنا. هاي نزل عبد السميع، شايفين وطى عبد السميع، وطى عبد السميع، وهنا المكبي معنا. هاي المكبي قاعد بيعزل، خليه براحته، هنشوف، خليكم معنا يا اخوان. الحمام اختفى دبل الدبل هيك، المكبي سحبها وراحت، مكبي ضلوا يرادي حلها والله، زقرتها القواس ضلت نازلة بميلان هيك. يا الله اختفت هان هيك في المنطقة هاي، هيك راحت بميلان يعني، اذا بتطلع بتطلع من هان، بتيجي من هان هيك. يلا بنوافيكم الاخبار، خليكم معنا اخوان. رجعت الحمام والمكبي فيها، انا لحد الان شايفه مسود مكابي، مسود سلافر، المهم اشي اصفر بعشر ابيض، يمكن يطلع مسود اصفر الله اعلم. هيو بس احاول افرجيكم اياه، المشكلة الفوكس، ابو كلب الفوكس، ما بعرف اذا ببين معكم ولا لا. هاي رد اخذها جوا، شايفين اخوان طير واعي، رد قلب فيها جوا، هيو ما شاء الله.
طير شكله جاي من جوا، مش حكسر فيه هسه. اذا بضلوا ماسك معي انا بستفاد كثير، اذا بضلوا ماسك معي بضلني بستفاد كثير. ليش؟ بضيع عليه وقت، بخلي الوقت يروح عليه. هيو 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 اخر واحد يا اخوان، شايفينه هذا؟ هيو هيو، لا لا لا، بين بين بعرضك، بين فوكس كلب عندي. تمام، انا هيك بضيع وقت. كيف يعني لما تشغل واحد تعال روح انا ابصر شو، تنسي الوقت. نفس الاشي هذا، اذا ظلوا معي يروح ويجي زي هيك بنسي الوقت احنا، بالاخر بتيجي الدنيا بتعتم عليه بنقوله تعب لا يا غالي. هاي الحمام ما شاء الله، خليكم معنا. ما قتلت ساعة والطير لسه معانا. وينه 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 وينه؟ هاي الحمام. اليوم فيش حدا مطير كثير الحمد لله، يعني من مصلحتنا برضو. في طير هاي، في ناس مكاشفه فوق بس ما توقعش تخلط فينا. وهيو هذا، هي في الاخر الحمام، هاي شايفينه؟ هيو عشره مبين الطير. يلا بنوفيكم الاخبار. المكبل لسه معنا، المكبي لسه معنا، وهي رقم تلفون برن علي، وصار له ساعة برن وأنا بحكي تلفونات. هاي الحمام تلعب، طبعا الزواج لسه ما خلطت فيها، خلينا نرد على التلفون وارجع لكم. آخر 11-11 رقم بجنن. خلينا ضاغطين الحمام لحد ما طلع الطير. برن علي شاب صاحبي بيقول لي والله إنك غلطان، لو أنا منك بحطط فيه. بس يعني بصراحة ما جتش ببالي اني مثلا اني اكسر حمامي عشانه، عرفتوا كيف؟ هاي هي الفكرة عندي، ما اجت ببالي، قلت ايش اكسر حمامي عشانه. بس شو هذا الطير؟ صار راح. هاي الزواجل اجت، الحمام هي قربت خلص، هسه لازم اوطيها اقربها شوي عشان ايش اخوان؟ نشتغل على موضوع نبلش نطلع الحمامات هدول. تمام؟ نبلش نطلع الحمامات هدول. الزواج اللي لسه رايحة، هسه لازم اطلع لي طير خفيف هيك يقعد يلعب على الرفص عشان يوطي الحمام على البرمة. مع العلم الحمام لسه قاعدة بتروح وبتيجي، هاي شايفين؟ هيها ما شاء الله. بس انا ايش بدي اوطيها؟ هاي اجت كمشة الزواجل، خلينا نطلع. في عند مسود اسود هان بلين، في جديد. وينك ولا؟ اطلع ولا اطلع، اطلع يا حبيبي، اطلع يا عمري، اطلع يا غالي يا ابو الغوالي، اطلع. بديش الحمام تروح فيه، بديش حمام تروح بعيد. طبعا هذا شغل تنقيز، عرفتوا كيف؟ بس ليش انا حاطه شغل تنقيز؟ عشان الينه، عشان الينه بس مش اكثر. يعني مره على مره بتلقاه قام وحط فز طار لفتين وحط زي هيك. طير بزرة كش يعني، مسود بزرة كش مش مسود اللي بالك فيه. عشره حلو بجنن، لونه بجنن. بس الطير اخوان مش مجرود بالمرة، ولا بيعرف اشي عن الكش. بس شغل تنقيز زي هيك منيح، بفيدني انا، هاب بفيدني انا بالتنقيز، بدي احط الطير او شيء. خليكم معنا بس نوطي الحمام. وان طلعنا كم من حبة بالهنتلين مع الحمام يلي كلها طايرة، زي طلعنا المطوق الأسود، سوري المطوق الأحمر أو الأبلق الأحمر، هيو طاير. وطلعنا كشامرتين السود لسه بالهنتلين، طلعناهم هيو طايرات. وطلعنا البرامل الأصفر اللي ضربناه وهيو طاير ما شاء الله عليه منيح ملحق. وطلعنا جلف القراقطة وهيو طاير. وطلعنا اللي مطوق القراقطة هذا طار لفلفتين وحط حلو. طب ليش اتبعت الاسلوب هذا؟ عشان الاسلوب هذا هو اللي بلين الحمام، بدل ما تضلها لابدة على الرفصة هيك، لا بطلعها قبل، يعني قبل ما اطلع كل الحمام بعشر دقائق مثلا، بخمس دقائق، بدقيقتين يطير لفتين ثلاثة أربعة يتلين بعدين يحط. يعني هي الأبلك صلاة النبي زي الحلاوة طاير، هي المطرف هذا. والبرامل الأصفر ما شاء الله عليه طاير زي الحلاوة، صلاة النبي الله يبارك. هذا بدي ألحقه بالحمام بس خايف يفز ما يرجعش، لأنه الطير جديد بدي إياه يطلع مع الحمام. شوف كيف راح. طبعا هيك منيح، أنا بالنسبة إلي هيك الحركة هاي منيحة. هسه لازم أطلع الحمام، شوف وين ريح.
زينكو هاد ذبحني. مطوق وينه؟ مطوق وينه؟ مريض ما بينش صح؟ وين راح؟ وتجعله يا رب قوة وبلاغا للحاضرين. لا هي 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 المطوق كان فاسد هان على السطح الثاني، المهم ما يضيعش. ما شاء الله المطوق سوري الأبلق زي الحلاوة. في الهومر كاين ناس اطلعوا، هذا كمان بده تليين، بده تليين لبكره الصبح. هذا الهومر بده تليين لبعد بكره مش لبكره. ابو الهومرات، الهومرات لحق، خليكم معنا يا اخوان نطلع كل الحمام ونرجع لكم. ما شاء الله يا اخوان لسه الابلق طاير الاحمر اللي بده دعك، والكشامرة الاثنين طائرات اللي بدهن دعك، هاي الأبلق مأخر شايفينه، والبراملي اللي بده دعك اللي ضربناه برضو طاير. الفكرة هاي حلوة يعني، عجبتني اني اطلعهن يطيرن، والحمام لساتها ايش مش طالعة اللي بتضلها داقرة. هسا اللي بضلوا داقر هذا ناقص ريش، هذا الطير كان يا اخوان مزقوق وطلع، هذا العمر انا اشتريته اصلا مش طير حمام ومش راضي يطير عندي، يعني غشيت فيه مغبر بجنن الطير، وباقي ما باقي سهل كرشه. تمام، هيها ما شاء الله صلاة النبي الله يبارك. بس يا اخوان اجباري لازم احططها، ما شاء الله فيها 90 طير هاي اذا مش اكثر. هسه لازم احططها عشان اطلع معها الحمام الجديدة، الحمام الجديدة تطلع معها وتنزل على الرفصة، وبعدين اشتغل فيها كش. بس قبل ما اعمل هيك في طيرين هان، في طير هان العرجاني العرجاني، خلينا اطلعه وارجع لكم. اخوان طلعت الدباني وهي العرجاني معي، بس بدي الحمام تنزل على الارض تاكل تنقب تعمل اي اشي عشان افلت العرجاني، لاني هسه اذا بدي افلته على الارض هتكون عينه على الرفص على طول. كويس حلو امورك لوز، خليك طلع ما شاء الله صلاة النبي. الابلق المطوق الابلق الاحمر لسه طاير، والكشامرة الاثنين طايرات، اللي حط من الحمام اللي بدها تليين وطيرتها ايش. الله اكبر العزة لله ولا اله الا الله. نرجع لكم بعد الاذان اخوان. كينج 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 او مزهور، تعي 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 تعي، ها شوف تعي 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 تعي، هي هي ها ها، حط 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 حط، لمين لمين، تعي تعي تعي، شرفك بشرفك ديله منتوف الطير، تعي تعي تعي، حطاط والله والله حطاط يا اخوان، تعي تعي وينه؟ هاي 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 أكل برمة زيادة. شوف إخوان هاي أبو ديل، أبو ديل مزهوة، فكرته كينج والله. تعي تعي، حطي 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 فيه، حطي فيه، وينه؟ هاي لسه مع الحمام على البرمة، وراه مزهور ولا إيش؟ الله الحمام لو تكفتكي. حط حط والله كان حاطط، لو اني ما دقستوش، لو اني ما نقسته حاطط. تعي 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 تعي، حط حط يا حبيبي، شلون تعي تعي تعي، حط 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 حط،